هروح هفرش مصلية كده واقعد في الأرض في المكان اللي فيه الدم. اه طبعا ده عايز 100 مصلية يتفرشوا مئات المصليات عشان يمشي في خط الدم، بس هقعد في حتة الميدان فيه ناس، ما فيهوش ناس هقعد في الحتة دي. دم وصفة في الأرض نزل عشان يحرق مصر، عشان مصر تعيش حرة. تاني انا هقعد في الحتة اللي هما ذبحوه. انا ساعة كلمت مرسي ده يا مي في التلفزيون، قلت له بس انا مش هنتخب شفيق علشان هو قال على الصور كده، وهو كان ضد الثورة، وهو من قتلة الصور اساسا. انت رخرع لو انت ما جبتش حق محمد تبقى انت قتله، وانت واقف على اساسا انت هتقعد على الكرسي على حساب دم ابني. هو وعد، وانا بتعهد قدام ربنا وقدام الاخت وفاء وغيرها من امهات الشهداء واباء الشهداء والمصابين أن يعاد الأمر مرة أخرى بأدلة اتهام جادة وحقيقية حتى لا يفلت أبدا مجرم. وأكبر مجرم في الموضوع هو مبارك، واللي كانوا معاه في إدارة شأن الدولة اللي اتقبض عليهم، وبعضهم ما اتقبضش عليه ولسه موجود لغاية دلوقتي. طبعا الدكتور محمد مرسي رقى اللي ذبح، اللي كان مشرف على ذبح محمد ساعتها، عمل واحد وزير داخلية وكرم كان قائد المنطقة العسكرية بما ان كان في شرطة عسكرية، بدين والرواني كرمهم. بس هو ده اللي عمله. ساعة ما نزل كان ابني قبل ما يتصل ما يجري التليفون بساعة في الليفنج اللي في وشك ده، انا احسن لي اروح اموت شهيد زي الشيخ عفت بدل ما اقعد جنبك على الكنبة. طب انت ترضي تعمل في منا زي اللي اتعمل في البنات؟ بعدين لقى بيتكلم بصوت واطي، بيقول لي بصوت واطي جدا مع ان محمد صوته جهوري. قال له انا عايزك تقول لماما حاجه. فعمر ده قال له ايه اقول؟ قال له انا عايزك تقول لماما هتوحشيني ما تزعليش مني، علشان هو كان نازل وعارف ان انا زعلان. بعد كده قال له طب اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ محمد. قال لي مالهاش الا 3 مرات بالراحه. بعد كده قال له ايه؟ انا مش حاسس برجلي خلاص، دمه اتصفى بقى هيحس بايه؟ قال لي وسكت خلاص ما اتكلمش تاني، وهو حتى نايم وما الله اعلم كان حاسس ولا مش حاسس. انا قلت له انا مش زعلانه منك يا محمد. ليه بنص ساعه؟ مفيش نص ساعه. بعديها مفيش. سمعت بقى الدربكه والهيصه. دخلت قلت له انا مش زعلانه منك، انت راجل، انت راجل حبيبي والله بزعلها منك. كان صدره بقى بم 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 بم، وانا فاهمه خلاص طالما وصلنا لمرحله بم بم ده. بس ايه، ربنا يعني هو اللي بيبقى. كان ساعتها مليين في مجلس الشعب في احداث محمد محمود ومجلس الوزراء، وسابوا العيال تتفرتك وخلاص اتلهوا في الانتخابات، وهم نفسهم اللي دلوقتي بيقولوا ايه على القوى الثوريه اللي واقفه في التحرير، سيبونا نعمل حاجه، سيبونا نشوف الاقتصاد. نفس النغمه هي غنوا، عمالين يغنوها كل شويه. محمد كان في جروب الالترس اللي هم بيقولوا عليهم، لا جروب الالترس اه هم كل الليفلز فيها كويس، يعني ناس في كل زي اي مكان. وقبل احداث بورسعيد هم وقفوا، كانوا ساعتها برضه بيتكلموا محروقين على صاحبهم، هو واحد اتنين فروا لهم الكام و70 ولد. بص التآمر، عملت ايه يا دكتور مرسي في الكام و70 ولد اللي عمال تقول يا سلطه يا تشريعيه مش موجوده؟ احنا بلد من غير سلطه تشريعيه؟ طب ما كانت السلطه التشريعيه موجوده ساعه بورسعيد، عملت ايه؟ عملت حاجه؟ انت شفتوها عملت حاجه؟ وبالتالي الأخت وفاء دم ابنها في رقبتي. وما الضمانات يا دكتور؟ الضمانات انه الكلام اللي احنا بنقوله والشعب وهي وفاء ستظل وفاء، وكل الامهات اللي زي وفاء ودم اولادهم دول يطاردني وانا رئيس الجمهورية الى ان يعود لهم حقهم كاملا ويتم القصاص من المجرمين الحقيقيين. بيخلي الصدمة تكبر المصايب اللي بتجنة والمصايب اللي بنشوفها، لان اي ولد بشوفه ببقى بصه كده اقول يا رب طب الولد ده هيعمل ايه امبارح في امال شايفاه؟
كنت عماله اقول بيتكلموا بيعملوا لا لا اله الا الله. ما انا شايفه النموذج كان بيبقى قدامي وابص لهم والله وانا قاعده على الكرسي واقول ايه يا ترى هتعيشوا ولا هيضربوك ولا هيموتوك ولا هيعملوا ايه.